كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. كريم بنزيما، كرة في المرمى، جول. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. المباراة تبدأ ب1-0، الهدف المبكر يجعلنا متحفزين لكرة قدم ممتعة هذا اليوم. بينية إلى كريم بنزيما، يسدد بنزيما، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفر عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. ألابا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ميسي، نيمار، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، فرصة هجوم معاكس. كريم بنزيما يلعب كرة للجانب الأيمن، تغيير لاعب على الأجناب. فيراتي، ميسي، مدريد نجح في تسجيل هدف مبكر. النتيجة 1-0. كريم بنزيما، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. كريم بنزيما يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. فينيسيوس جونيور، كروس، لا يمكن إهدارها، توني كروس، عدت الكرة، الآن فرصتهم للمرتدة، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. فينيسيوس جونيور، فرصة خطيرة، إمكانية تسديد، كريم بنزيما، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، هل كريم بنزيما، الكرة في المرمى، جول. قام بعمل رائع، السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. هدفين مقابل لا شيء، تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. دي ماريا، تسديدة من أول لمسة، كرة كانت على المرمى، محاولة رائعة، تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. كريم بنزيما يلعبها على اليمين،
يلعب كرة على اليسار، هجمة مرتدة الآن. خوان بيرنات، فينالدوم، نيمار، خوان بيرنات، قد يلعب كرة عرضية الآن. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء، يتعرض للضغط بكل قوة. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. ضغط قوي وينجح في استعادتها. مودريتش، فينالدوم يرتكب مخالفة واضحة جدا. الكرة ملعوبة من مسافة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، نيمار، باريس سان جيرمان بالتأكيد بهذه الوضعية سيفقد الكرة. ميسي يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. وصلت إليه، مودريتش، كرة ملعوبة إلى كريم بنزيما. يا له من تفاهم جميل. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. وها هي نهاية الشوط الأول. صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم، الله على هذه الصورة الرائعة اللي يقدمونها اليوم، سيطرة وأداء كبير وتسجيل هدفين، وربما لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف. فصل آخر من الإثارة، اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. إيكاردي يلعبها، إيكاردي تصدي رائع جدا من الحارس، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. مودريتش، كروس، لوكا مودريتش يمررها لها بشكل جيد. مرت الكرة، كريم بنزيما يلعبها في المرمى، جول! انتهى كل شيء بهذا الهدف، مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. خوان بيرنات، كرة اجتازت الخط، حولت إلى رمية التماس. ميسي، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس جونيور، مودريتش،
بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. نيمار الآن إمكانية المرتدة، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يسدد بنزيما، الكرة في الشباك، هدف. الله على هذا الأداء الكبير، نتيجة رائعة في مباراة اليوم. إنهم يقدمون مباراة غير عادية، تثير الجميع بصراحة وتجعل الكل يصفق لهم بدون أي فلسفة. أمام المرمى يتمكن من التسجيل بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق. كريم بنزيما يلعب كورة، يا إلهي، هدف. الكرة توضع في أفضل مكان، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. نيمار يحصل عليها، كروس ينطلق إلى الأمام بسرعة، يمر ويلعب كرة بينية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. تلعب الكرة إلى الأمام، ميسي، فيراتي، كرة طويلة للأمام، يحاول تمريرها من، يسدد بنزيما، كرة بعيدة جدا على اليسار، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. ينقل كرة للجانب الآخر، فينالدوم، ميسي، سيرخيو راموس، نيمار، ضغط قوي وينجح في استعادتها، يحاول أن يلعب كرة بينية، الكرة ملعوبة إلى كريم بنزيما، كريم بنزيما تلعب الكرة جميلة، جول. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير، الدفع بلاعبين في وقت واحد. ماركينوس، سيرخيو راموس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. بنزيما يقطع الكرة، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. فينيسيوس جونيور، ألابا، فاتت ومر، كريم بنزيما، كرة باتجاه المرمى، الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. سيرخيو راموس، داغبا، كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، فيراتي،
دي ماريا، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس جونيور، الله على اللعبة الجميلة، يسدد بنزيما. دون روما يتدخل، يبعد الكرة، أورزاوا، فينالدوم، ميسي، إمكانية مرتدة الآن في طريقه إلى المرمى، هذه دي ماريا، وانتهى انتهى انتهى المشوار. فريق الخصم كان يعاني هذا اليوم، بدا لي أنهم واجهوا إعصار، لم يكونوا ثابتين متماسكين، انهاروا سريعا وبعد ذلك خسروا هذه المشوار.